الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتاب العزيز: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إلهي يوم عاد سكر سبحانه وتعالى ربكم ويهل كان مجلس كان خير بقدر الله وما أنت أنكو كل نيت إلهي يوم عاد سكر سبحانه وتعالى إلهي ينفذ أمورها نوصف إلى الله سبحانه وتعالى أي معاد سكر سبحانه وتعالى وحاك الله معاد سكر مع بنت إنسو الجيبي متى وعني كذب إنسو الجيبي أي معاد سكر أي نسو وحال كان سوء معنى إن أنكو آخر نوع كلامك وقرآنك إن أنكو آخر نوع كلام الله أو كلام الرحمن إن أنكو آخر نوع أهل كان سوء معنى وحال أريد أن سوء مع سوء دور جدي ولا كينا أو كرسعدال أي سوء دور جدي وحال الله آخرنا يا والد كيسا كلام آخرنا لنا وأمي لله كثوا بيه وحاك الرسول سكول دبل يدي وقال تيسا عبد القادر محمد نور نور محمد نكا ساسينا إلهي يهلك التوابية أجل إسلام الله كسيو إنت لون يدين الله كسيو بكا كان حقه لما أنت عاو أوه تاريخنا إيتهي مش شمعو آي طبعنات طبعنات يسجال يبنينا كل أخر وقت السجاح بابشي سدحات ربع الأول ومعاوة أحطون أخر أقول كورنيل أو كان مكان حصول لمعني إن أقول أخرنا كلام في الهي وحان بلنا معلمينتا كل دولة ومعلمينتا معلمينتا اللي هو بريد الكلمال والبريد اللي أبديهم أكثر قولة الكلمال والبريد مكان وأقول المعلم إن شاء الله قرآن كسوعة وحمد بالله وعيو معلم حسين فارح أيام رب الله وعيو حسين فارح الحين لو تنسين أيوه على عباس إن شاء الله تفضل مع حسين إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب ربنا تغلي رب أنت غير وائزين إذا أصابكم مصيبة لما قدمت أيديكم الدنيا بالآخرة ويعاد
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية في سبيل داود يقاتلوا رؤيا الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا نزلت يقول هذه من أنف الله وأنفسكم سيئة يقول هذه من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبين ظهر أن وتعالى وكفى بالله وكيلا ولا يتدمرون القرآن ولو كان من غير الله لوجدوا به ثيابا كثيرا وإذا جاء الأمر من الأمر أو الخوف يدعو به ويرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ويعفو الله عليهم رحمة لا تعدون إلا قليلا قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أشد بأسا وأشد تنكيلا نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفوا وكان على كل شيء مقيتا تحيته أحيوا بعسر بها ردوا إن الله كان على كل شيء حسينا الله لا إله إلا هو ما يجمعنكم إلى يوم القيامة الله أركسهم بما كسبوا أتريدون أتريدون أولهم يدينا وأنت إذا أمسينا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولقاتلوكم فإن اعتزلوكم وعليكم السلام وما جعل لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمروكم ويأمروا قومهم كلما ردوا فترة كسوا فيها فإن لم يعتذروا يقوليكم السلام ويقفوا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير
رقبة مؤمرة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يستدقوا فإن كان معه من عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمرة وإن كان معه من بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمرة السلام أنت مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله معالم كثيرة المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها مولاهم وسلام مصيرا إن كنت أمينا من الرجال والنساء وبدايات الدين أنت دون سبيل وحياة أرواك الله فمن يهدي في سبيل الله يجد في الأرض يخرج من بيته مهاجرا إلى الله أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم مذم من مدر قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإن الله أنتم آتينوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون Yeah.
أو إثما. طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك نجواهم إلا من أمر بصدقتنا ومعروفنا وإصلاحنا بين الناس وحي وذلك قيام الله فسوف يجير أجمعين ومن يشارك الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع سبيل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إذا تعيدوا إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيرا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبدلن كن آذان الأنعام ولا آمرن وليولين خلق الله ومن يتقي الشيطان وليا من دون الله فقد رسل أوصاله وإن منهم ما يأتهم شيطان إلا هو يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ونسوا بأدائهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل صوفا في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير ولا تنفس أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا يا قريه كان على دار الدين
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بما ولا تتبعوا ما تعدلوا واعدلوا واضربوا بين ما كان بعد ما رأى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله والملائكة يقضي رسله ويعلم حق الأمر إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم يوم إلا على بعمراطية وكافر نبيها لما جميعا الذين يتنفسون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستعوذ عليكم ولم نكن من المؤمنين قولوا 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 قولوا
سلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اقتربوا إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا يبتغون فضلا من ربهم ورضانا وإذا حرم
فاشقادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ينزلوكم عن المسجد الحرام والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيعة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وميثاقه الذي واثقكم به قد سمعنا وطلعتهم على الغائم بهات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به لا تزال فضل ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون
لقد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما قالكم ويجدى ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الذي بالله من اتبع رضوانه سبل السلام مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم امه وقام بعمله يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من ربنا يدري ما يشاء ويعلم ما يشاء ويعلم السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ولم يتقبل يا الله ما أعطانا إلا ما يتقبل الله من المتقين إن صدق لي يدك لتقتلني ما أنا بما في يدي إليك يا رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي بغير نفسه فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاء يغتروا ويسلموا وتبعد أيدي وأرجلوا من خلافه ويقال على ذلك لهم يغتروا ويقال على ذلك إلا الذين تابوا من قبل أن تأتوا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم إلا الذين آمنوا تابوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله
ومثله معه من الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحباب بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاتبعوا غير ما تختلفون وأنكم أن تصيبنا دائرة فعسى الله يأتي بالقوم من من جعل ما سلوا في أنفسهم ويقول
الذين أنفقوا يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم بالله وفضل أن يؤتي من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصوموا ويحجون لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليهم من ربنا طغيانا ولا تزعموا بالكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى إله واحد وإن لم يهتدوا عما يقولون فيمسح من
من أوسط ما تدمون عليكم وكسوتهم أو تحرير رغبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق الشر الحرام والهدي والغلائد ذلك لتعلموا
ولو أعجبك أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهله وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الدنيا الدير بإذني فتنفخ فيها فتكون ضيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فرأيت تعلم ما في نفسي وأعلم ما في نفسي فإنك أنت أعلم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وقمت عليه جهيدا بعد ظهري
Bye.
وكذبتم بما عندي ما تستجيبون لي.
البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا نعلمها ويعلم ما جرحتم بالنهير ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل والقاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعون Come on!
يعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها الذين يؤمنون بالآيات يؤمنون بها ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون ما خورناكم وراء ظهوركم وما معكم شفعاء كل شيء فأخرجنا منه خضرا خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من دلعها حلوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بيت وسعى وتعالى ما يسمى بديع السماوات والارض انى يكون له ويبدو ربهم له سعى وتعالى ما يسمى
ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملكم يا ربي من يبين بما كان يعمل وقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها وإنما الآية في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن كل علم إلا يخرج إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله فكلوا مما ذكر اسم الله عليكم جميعا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد بصر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين الله أعلم حيث يجعل رسالاتي فيصيب الذي يأتي مسارعة الله على جديد ما كان يرى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا أجرنا الذي أجدنا وعلى النار فضاء وعلى الدين بآية
الظلمات إن يشاء يذهبكم ويستقبل بعدكم ما يشاء كما شركائنا فما كان لشركائنا لا يسمع إلى الله وما كان إلا وما يسمع إلى شركائنا وما يقومون وكذلك زين لكثير من المشركين وصل أولادهم شركاء ومحرم على أزواجنا وإياكم ميتة العوام من الأرض وصائل عظيم عليهم وصائل قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل زيت مريا ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا من المعز ثنين ظلا الذكرين حرم أم الأنثيين أما اجتمع ذكرين حرم على الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أو كنت في هذا أجد وساق الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضلنا عن سبيله لا يهدي الله من ضلني ولا أجد فيما أوحي إلي محرما على ظالم يدعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فصان ومنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من الماء قل لا عندك الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين
إنسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفاحشة ما ظهر منها وما بطن يبلغ شده وكل قيل والميزان بالغزل لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم اعدلوا كان غربا بيد لا يمكن ان لكم تذكرون ثم اتينا موسى وعلى سراد موسى وامام فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فقد جاءكم بينة من ربكم هدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر ثم إلى ربكم مرجعكم فيلقيكم الموت في مختلف وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعضهم درجات من بين
زوجك الجنة فكل بدت لهما زواتهما وطفقا يغصبان عليهما من ورق الجنة وناداهما حمدهما لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال ادعوهم لأولاهم ربنا هؤلاء لهم أبواب السماء ولا
تحت برار وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا استوى على العرش يوجي ليل النهار يتلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم سحابا ثمارا سقناه لبلد ميت فعيدنا بما بلدنا به كل ثمرات لا يوم ذا لكم تذكرون ولكم يخرج نبات باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكتا كذلك نصرف ايات غام يذكرون لقد زل الروح الى قومي فبال خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم بخلق الارض والكل على الله جعلهم اولياء
عليكم من ربكم رجس وغضب لتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية قال لم ينوب علي قال وجاء قالوا واسلين
أيديكم رجلكم بالبلاد الأرض ويدرك وآلهة قال سنغطي أبنى الأيدى وإن أبايا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن علينا يريد الميتة في عهد ورحمة متقين من قبل أن تأتينا ومن بعد ما بموسى ومن معه ولا إنما دعا يحلى لكن أثر الله يعلم قالوا مهما تأتنا به بآية لتسأل عنها فما لو فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمر والضفادع يا موسى الحرم ويا بما عيد عندك عيد الجد حمد الرزال من النبي ونسيت معك بليزا ما كشفنا عنه اجتيا عليهم بارك الى فهم الظلم صدقنا منهم فاغرقنا في اليمين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل فتم ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون ارمي ربي وأصلي ولا تتسلم الجنين جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لم تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وهر موسى فلما قام سبحانه تبدو إلينا ونحن المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك وتفصيلا لكل شيء قولا بهمتي أبغاب ويقولوا يا سياسة وليكم ذهب أسلين فاضرب عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيلا غير يتخذوا سبيلا ذلك فأنا أبهدوا بآياتنا وكان
من حلي مجلا جسدا له غبار ما خرفتموني بعد يا عدلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه فقال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي يهدونك رأي ما فعل الصفاء منا إني إلا فطرتك تضل بها ولا على التي كانت عليهم فالذي آمنوا في عزكم ونسلوا وانتعبوا للذي يزعم أولئكم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم وقولوا حطة وقلوا الباب فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم باصنا عليهم بشر من السماء فاتوا عليهم واسألوا عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعدون في السبت التأثير قالوا يوم سبتهم شرعا I'm not afraid of the dark.
الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتي معرض مثل يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على وأصواقهم فذوقوا المحبين نجواهم